نتكلم بقى على الايمجنج كومبوننتس، السيستم ايمجنج كومبوننتس. الجهاز الالترا ساوند بيتكون من ايه؟ الحقيقه اول حاجه بتانترفيس مع البيشنت هي الالترا ساوند ترانسديوسر، هو ده اللي بيبعت وبيستقبل الموجات فوق الصوتيه. طبعا احنا لما بنيجي نبعت بنبعت من حاجه، ولما نيجي نستقبل بنستقبل في حاجه ثانيه، فبالتالي بيبقى محتاجين نعمل حاجه زي ترانسميت ريسيف سويتش. البالسز اللي بتروح للالترا ساوند ترانسديوسر بنتكلم هندردز اوف فولتس في بعض الاحيان. السيجنال اللي جايه بتبقى حاجات صغيره جدا، سيجنالز ممكن تبقى بالملي فولت، حاجات صغيره جدا جدا. فبالتالي لو انا اخذت الجزء اللي بيبعت وخليته مفتوح على الجزء اللي بيستقبل، هيبقى عندي مشكله في الامبليفاير، ممكن يتحرق. فبالتالي بيبقى في عندي هنا احتياج ان يكون في حاجه اسمها ترانسميت ريسيف سويتش. ده بيبقى مرحله الترانسميشن بيبقى مفتوح في الاتجاه ده كده من الترانسميشن يعني بين فورمر لغايه الالترا ساوند ترانسديوسر، وفي مرحله الريسبشن بيمشي السيجنال من الترانسديوسر تروح للامبليفاير عشان تتكبر بعد كده وتتعرض بعد كده على الشاشه. فيعني بعد كده يعني طبعا مرحله الترانسميشن بيبقى في عندي بالسر هو اللي بيحدد شكل البالس اللي بتتبعت. بيبقى في عندي حاجه اسمها ترانسميت بيم فورمر، ده حاجه بتحدد لي شكل البيم اللي هيتبعت هيبقى عامل ازاي بالظبط. وبعد كده بقى بعد ده للترانسديوسر. في مرحله الاستقبال بيبقى في عندي امبليفاير طبعا، لان السيجنالز اللي جايه بتبقى الامبليتيود بتاعها بيبقى صغير جدا. وبعد كده بعمل حاجه اسمها ريسيف بيم فورمر، برده بجمع السيجنالز بشكل معين بحيث ان انا اخلي شكل البيم بتاع الالترا ساوند يبقى افضل ما يمكن. وبعد كده يبقى في بعض الحاجات اللي زي الفلتريشن، ويعني في حاجه اسمها يعني دايناميك رينج كومبريشن، حاجات بالشكل ده كده نتكلم عليها، بتبقى بنسميها مرحله البري بروسيسنج. دي مرحله بعمل فيها بعض المعالجه للسيجنال الراجع علشان اقدر اعرض الصوره بشكل يكون افكتيف بالنسبه للطبيب. ده كله في الاخر بينتهي ان هو يروح للكمبيوتر بحيث ان هو في الاخر يتم الحصول على السيجنال داخل الكمبيوتر. والحصول على السيجنال داخل الكمبيوتر ده مهم جدا عشان هنبني في الاخر صوره هتتعرض على ديسبلاي مونيتور، فلازم في الاخر الكمبيوتر يكون الصوره او يعني يحصل على الصوره ويبقى في الاخر عنده قدره انه يعرضها على ديسبلاي مونيتور. طبعا بيبقى في عندي يوزر انترفيس بيحدد بالظبط انا عاوز اعمل ايه، وبيكنترول بقى من خلال اليوزر انترفيس دوت كل اجزاء الاكوزيشن بتاعت الالترا ساوند. وبالتالي يعني يوزر انترفيس ده بيسمح لي ان انا ابتدي مثلا اكوزيشن للصور، اوقف يعني اعمل فريزنج للاكوزيشن، ممكن اتحكم في الدبث اللي انا عايز اعمل له اكوزيشن، ممكن اتحكم في مثلا لو بتكلم على صوره مثلا او بتكلم على يعني اي حاجه من الحاجات اللي انا ببص عليها، ممكن ان انا اغير الجين بتاعها. يعني في حاجات كتيره جدا ممكن اعملها من خلال يوزر انترفيس، والكنترول هو اللي في الاخر بياخد الاوامر من يوزر انترفيس اللي هو بيبقى كيبورد وبيبقى في ماوس او حاجه زي يعني بوينتنج ديفايس، ممكن تبقى تراك بول في معظم الاحيان. وفي الاخر بيترجم الكلام ده لكوماندز تروح لكل اجزاء البلوكس اللي هي الموجوده عندي في جهاز الالترا ساوند.